صح، أولى المواجهات اللي له أساسية مع الهلال، نقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. اليوم نتكلم على مستوى رضوان ولا تبي نتكلم على مستوى الفريق بشكل عام؟ نتكلم على مستوى الفريق، الكل اتفق انه الهلال اليوم مش بالفورمه، لكن هي الثلاث نقاط بالتاكيد هي المطلب. رضوان الموسى في اول المواجهات، اخوك طبعا ما شاء الله، في اولى المواجهات يتفق انه اليوم قدم مستوى جيد. الحمد لله رب. اول شيء احب ابارك للجماهير الهلاليه عامه، وابارك للشباب اللي كانوا معاي ساندوني لعيبه الفريق الاول. الحمد لله هذه اول مباراه، وان شاء الله نقدم الافضل ان شاء الله في المباراه الجايه. سبب اليوم عدم ظهور الهلال في المستوى، هل التغييرات، كثره التغييرات الفنيه، تحدث غياب دول ثم هاكون ثم اليوم حسك؟ يعني في بعض النقص كان في امس، حسن عتيبي تعرض لوعكه صحيه، وفي المرشدي برضه كان مصاب، يعني في امور كثيره. واول مباراه يعني نلعبها مع بعض، والحمد لله انه قدمنا المستوى وقدرنا نطلع بثلاث نقاط، هذا اهم شيء يعني. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا رضوان.